اسمي حفيظ الرويس باسم جمعية تيزنيت الفروسية التقليدية وتربية الخيول. كاينين كاع الجمعية تيزنيت يعني تيزنيت يعني اقليم تيزنيت كولوت ارت تلتان يعني تشارك بزاف حماس الدنيا رجانات خير فينا حتى الوالدين نح وكان نحاول نكني الشباب غير نحاول باش تضح ادوري موت الخيرا نحاول باش تيد نحيو ما يهمش لا غير اشكر الجمعيه اللي خدم ديال الصوتيات نتمنى الخيرات نتمنى تسيبوا لك بخير كيف ولا كي اشكر الدراري كل شيء اللي ديال لاني اللي تحيه من الجمعيه الفرنسيه التقليديه برئاسه محمد جواد انا جات شتوكا هيت انا اول مره نشارك حماس بسم الله الرحمن الرحيم محمد جوان مقدم جمعية بوزاكار للفروسية التقليدية نا جايين من مدينة بوزاكار نا جهة قلميم سمارة نا كنجيو وكنشكروا أولا بالمناسبة كنشكروا كل من ساهم في نجاح التظاهرة ديال هذا المهرجان بمناسبة العيد المولد النبوي الشريف وخاصة وخص بالذكر جمعية سلام تزنيت لسهرات وساهمات من جهة التظاهرة الفنية اللي كتقام تقريبا هذه السنتين وحنا كنشاركوا ثاني مرة على التوالي. الله يجزيكم بخير، أراكم بعران تشكار باسم جمعية السلام للفروسية التقليدية وتربية الخيول. موعدنا إن شاء الله العام المقبل نفس الزمان ونفس المكان. شكرا لكم، بسم الله.